شرعت أن تعرف أنه هذه الرصاصة كانت رصاصة قناص؟ أنا عملتها في قضية، يعني لسه عاملها قراية في القضية بتاعت المرحوم حسين أبو ضيف. حسين أبو ضيف اللي هو الصحفي اللي قتيل في تحديد. وأنا عملت التقرير اللي هو الاستشاري بهذا الموضوع. حددت فيها يعني إيه القناص، أو أن إيه اللي هو الشخص اللي بيضرب من مسافات بعيدة بالقنص. لازم يكون مدرب كويس جدا على القنص والضرب البنادي، يختار المواضع اللي هي القاتله اللي هي ما تخيبش.